تشاركون في ستار فوتس الناظور 2005 الأول 2015. كنرحبوا بكم جميعا إخوة الصحافة. كنرحبوا بالجميع لهذه المناسبة الرياضية. الغرض منها هو أولا تنقيب على المواهب الرياضية. كنعرفوا بلي مدينة الناظور فيها مواهب رياضية، وإن شاء الله هذه الوجوه الشابة غادي تقول الكلمة ديالها في هاد 6 أيام من غدا إن شاء الله، اللي تكون غادي تنطلق هاد التظاهرة تحت إشراف الأطر التقنية التي يشهد لها في الناظور، على رأسهم أخ بنور عبد الصمد، والأخ أبو فالق الإدريسي، أخ حميد الزعيمي، والإطار باكوري جمال الدين. نتمناو ديروا يد في يد باش نوصلوا المبتغى ديالنا جميعا إن شاء الله. نتمنى التاني تيغيو شليتي لك في كرة القدم لإقليم الناظور. نتشكى الحضور الكريم المعركي الإحضار على رأسهما مدير المندب السي علاج رئيس الفريق فتح الرياضيه أعضاء الجمع الوطني إلى الرياضي الناظوري الحضور الكريم المعركي موضري يا جمعية صدقة والرياضة تو غنتمنى غاتيري زي قبل وكي مهمة غطاس إقليم الناظور وكي تاني إن شاء الله إذا غايوشن المستقبل نتشامل نغذي النظر ما يمي الشيء مالا نعقل شوية غاية تفات تقريبا 30 سنة سبامي يوضع الهلال الرياضي الناظوري غسيغون دي هو سواد دي يعني لن سوى لاخ الفتح لاخ الهلال ما يمي ني هني زعما المسؤولين يتجن خل الكرة يتجن للتدريب ورجع نقول اوراق الصن صراحه هني ما انت السبب مشي نعمص وين قاعد كنت بارك انا اوانا كنت تيتوانا وانا طن جاي وانا كنت الحسيمه وانا ما رقين ديك يعني الشيء يخص السياسيات نرجع ما يمي فولكي ماشي نكيبو يخصك حنجانا مزيان يعني غا 17 سنه 15 سنه هنا ان شاء الله اللي غاوش نكيبو هنا اللي غايسقع ان شاء الله غا بريميرا امني عامين ما انا يتخصيت شويه تخطيط تخصيت شويه الدراسه نشي علاش اللي ماشي المستقبلا انا قاعد 7 سنين 5 سنين غادي نكيبو دي بريميرا ان شاء الله نتمنى حتى الانطلاقة كل عام الدوريه غادي تيري عزيز نكسي ان شاء الله هي لعابا اللي غيمثل لا الهلال لا الفاتح لا كيبو دي غان وشكرا. هاد التظاهرة راه ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة وماشي شي حاجة اللي هي سهلة، هادي فرصة لكم ما كانتش عندنا احنا قبل، احنا زاولنا كرة القدم ما كانتش هاد الفرص، سواء على التظاهرة وسواء على الملعب اللي متوفر على عشب لائق لكرة القدم، يعني بالإمكان ديالكم تبينوا المؤهلات ديالكم والقدرات ديالكم. ونزيد نأكد واحد القضية اللي تريز امبورطون هو اللعب هو الاخلاق، راه ماشي ستار فوت غادي تسناو هذاك راه كيلعب مزيان برجلو ولا هادي ولا ديسيبلين ما كاينش، دونك حنا راه غادي نشتغلوا على جميع الجوانب بما فيها الجوانب لا ديسيبلين ولا تكنيك وتاكتيك اكسيتيرا. دونك كاين برنامج ان شاء الله غادي نقسموا الجروب اللي غادي يكون اللي فيه بريسك 70 70 ليمون غادي نقسموه لدو جروب وغنحاولوا نديروا مقابلات عباره عن مقابلات باش نقدروا نصفيو وناخذوا اللعابه اللي هما عندهم مؤهلات اللي تسمح لهم وتخول لهم يمشيو بعيد ان شاء الله والحظ للجميع ان شاء الله بون شونس بور تو لو موند.